وضع المستشفيات وضع مزري جدا ووضع متدهور. نحن لا نريد أن نقلل ونشكك بقدرات وزارة الصحة العراقية وأخيرا ما قامت به السيدة وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود، لكن للأسف الشديد وضع المستشفيات مزري في محافظة بغداد وفي كل المحافظات. اليوم المستشفيات بحاجة إلى خدمات أكثر، بحاجة إلى تطوير أكثر، بحاجة إلى أجهزة طبية حديثة. نصف الشعب العراقي اليوم أو إذا ما قلنا ثلاثة أربعة الشعب العراقي يذهب للعلاج في الخارج، وهذه أموال هائلة وطائلة تهدر. يعني لو استغلت هذه الأموال بصورة صحيحة يمكن اليوم العراق كانت لديه أحدث الأجهزة الطبية وأغناها من مناشئ عالمية كبيرة، ولا لماذا اليوم العراقي يتكلف أثمان باهظة الثمن للعلاج في الهند وإيران وألمانيا وتركيا وغيرها من الدول المجاورة للعراق وحتى الدول الأوروبية؟ جميع هذه الأموال لو استخدمت بصورة صحيحة، استخدمتها وزارة الصحة، استخدمتها الحكومة العراقية، أنشأت مستشفيات في المحافظات. يعني حتى اللحظة اليوم نحن في عام 2018 وعام 2018 سينتهي وتبدأ حكومة جديدة وتتشكل حكومة جديدة، لكن للأسف الشديد أنا أقولها من خلال منبركم هذا، لا توجد أي مستشفيات ولا توجد أي بنى تحتية خاصة بالمستشفيات. كل الأموال التي تخصص لبناء المستشفيات تذهب لجيوب الفاسدين، وبالتالي لدينا اليوم زخم كبير ولدينا مرضى يفترشون الأرض في محافظات. أنا شاهدت هذا الموضوع بنفسي وطلعت على هذا الموضوع يعني وكتبنا وناشدنا عدة مرات، لكن للأسف الشديد أنك تسمع لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. رسالة إلى وزارة الصحة ولا لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، الحكومة العراقية متمثلة بالسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، ولأن السيد حيدر العبادي يعني بدأت الحكومة تنتهي مهام عملها وتنتهي ولايتها، لكن ما نتمناه على الحكومة الجديدة وعلى لجنة الصحة وعلى البرلمان العراقي الجديد الذي سينتخب من قبل الشعب العراقي، عليه أن يفكر أولا بالخدمات الطبية والمستشفيات، وإلا سيبقى الحال على ما هو عليه. سيد الفاضل ليس في مستشفى اليرموك، في كل المستشفيات، في واصل، في ميسان، في البصرة، في بغداد، في الأنبار، في يعني خصوصا اليوم المستشفيات اللي المناطق اللي تعرضت إلى حرب ضد الإرهاب ودمرت هذه المستشفيات، وأصبحت اليوم هذه المستشفيات بحاجة إلى خدمات طبية. اليوم في بغداد، في العاصمة بغداد، لا تتوفر لدينا أدوية أمراض مزمنة. اليوم حتى العلاج المتوفر في المستشفيات هو علاج يعني غير مفحوص وغير دقيق، مع العلم أن وزارة الصحة تؤكد على سلامة منشأ هذا العلاج وجهاز المركز السيطرة النوعية يؤكد على صحة هذا العلاج، لكن للأسف الشديد لا زالت يعني هناك اليوم أدوية مهربة تدخل إلى البلد بعمليات يعني منافية وعمليات غير قانونية، ونشاهد اليوم مداخر عديدة يعني حتى هذه المداخر قسم منها غير مرخص، وبالتالي تجد أن هذه المستشفيات اليوم تعاني من نقص حاد وشحة كبيرة في الأدوية، يصل إلى حد يعني أبرة الماء المقطر أو حد الحقن الطبية. يعني الحقن الطبية اليوم ما متوفرة. أنا أتحدث في مستشفى الصويرة على سبيل المثال، في واسط قبل 3 أيام زرت مستشفى الصويرة، يعانون من عدم وجود الحقن الطبية وحتى من زجاجة الماء المقطر. تحتاج إلى أيادي نظيفة، وتحتاج إلى أشخاص نزيهين كفؤين، وتحتاج إلى إدارة سليمة خالية من الفساد، وتحتاج إلى رقابة، وتحتاج إلى ضمير. وإذا ما توفرت لدينا هذه الشروط نبني مستشفيات حديثة ليس على حساب المواطن وليس على حساب المحسوبية والمنسوبية. شخص اليوم يحمل باج في الغرف الخاصة، شخص اليوم ما عنده باج وما مسنود من أي جهة ينام بالقاع حال أي مريض آخر، وبالتالي إذا مات أو ما مات بالعامية خلينا نقول هي طب مرض. لما تحدث زميلي أستاذ كاظم وقد أغنى الموضوع حقيقة، الواقع الصحي في العراق متردي جداً قياسا الى حتى دول الجوار، والدليل على انه ليس هناك متابعه وليس هناك حرص ولا تفكير بهؤلاء الناس الذين ضحوا بالنسبه للمجتمع العراقي الكثير والكثير. الواقع الصحي لا يحد بكلمه او وصف الان. الشكاوي كثيره، المواطن محبط من الجانب الصحي
لو تنظر إلى المستشفيات الحقيقة هناك سلبيات كثيرة تعجز حقيقة تعجز عنها والمواطن ضحية. الآن إحنا بحاجة إلى لجان تدقيقية، بحاجة إلى الكثير من الأمور اللي ممكن أن ترفع الواقع الصحي اللي أصبح في حال مزري جدا. يعني الآن الرقابة الصحية على الأدوية، الكثير من الضحايا ذهبت ضحية الأدوية اللي منتهية صلاحيتها. طيب التدقيق، الشركات، المتابعة، احنا بحاجة الى هذا المسار لكي نصحح الكثير والكثير. ولكن يبقى ومثل ما تحدث زميلي واغنى الموضوع انه الواقع الصحي متردد جدا وبحاجة الى من ينتشل هذا الواقع، لانه الكثير الان من العراقيين ممن يشكو من الامراض ويتجه الى الخارج يصرف مبالغ طائلة على علاجه. كان من الممكن أن يكون هذا الواقع منقولا إلى العراق هنا والمواطن العراقي، توفير على المواطن العراقي والمريض بالصورة الخاصة المعاناة. طيب هذا كان الشخص السليم هو يذهب يعني للمستشفى للوقاية، يوم المريض مدى يتعالج؟ صحيح نعم بالتأكيد، لأنه الآن المريض مدى يحصل على التسهيلات ولا يحصل ولا اكو اجهزه اللي هي ممكن ان شخص مرض المريض اللي حقيقه، لانه الاهمال هذا هو نتيجه عدم المتابعه ادى الى ان ترك المواطن في هذا الحال. المواطن بحاجه الى اجهزه حديثه، تشخيص، لجان متابعه، واقع صحي تعبان جدا جدا، وكل العراقيين يشكون من هذا الواقع بالتاكيد. طيب خلينا نتحدث عن يعني اكثر حالات معينه شاهدتها حضرتك. والله يا سيد الفاضل، والله يا سيد الفاضل الحالات كثيرة، والحالات المتردية طبعا ليس، خلينا نكون صريحين، ليس هناك حالة ممكن نتحدث بها وبإطراء وثناء. الكل تشكو من الواقع الصحي، من واقع المستشفيات، ومثل ما يقول بالعامية اللي يدخل المستشفى وإن كان ليس مريض فيخرج بتابوت، يخرج بتابوت الحقيقة، وخصوصا هذه الحقن الغير صالحه منتهي كسبايرها، الناس تعالج بها ينقلب وباء عليهم. استاذ للاسف الشديد، وايضا من خلال قناه تكون كريمه ومن خلال منبركم الاعلامي الكريم، يعني اليوم وين وزاره الصحه؟ وين لجنه الصحه البرلمانيه؟ وين الحكومه من جرح العمليات العسكريه؟ يا اخي والله قاعد نشوف العجب العجاب، يعني هناك اليوم جرح العمليات العسكريه سواء من الحشد الشعبي ولا من قواتنا الامنيه او من الشرطه الاتحاديه وغير الشرطه الاتحاديه، اليوم متروكين مهمولين يعني في منازلهم، ماكو علاج. يعني اليوم اللي عالته متمكنه يمكن اهله يقدر يطلعونه للخارج، لكن اليوم نريد الحكومه تنظر بعين الرحمه وتلتفت الى جرح العمليات العسكريه. علاج ماكو، كلها هاي صيدلياتهم، وبالصيدليه جوا هاي صيدليته موجوده من الدكتور يكتب لك علاج تروح تجيب من ذي الصيدلياتهم. تحتاج هواي، تحتاج الدكاتره، تحتاج ناس يعني صدق الوطن تشتغلوا لله. هنا ما عندنا، عندك دكتور ذاك اليوم بنيه هنا فاقده، يعني ما نقدر نحكي عن هذا، يعني شو سوى ما سوى بها وهي فاقده، ولما ما وعد بالضرب وتفايل، يعني ما عندهم رحمه هنا، مجرمين يعني. هو بس هو هذا المستشفى على فكره هنا مدينه صدر، هو مستشفى هناك يعني ضغط عليهم، لان المستشفيات وكل طب ما بيهم. زين طيب الكشفيه غاليه؟ الكشفيه طبعا انت مو، هي مو قصه كشفيه، هو يسوي لك تحليل ويقول لك روح من برا تسويه. تحليل من برا، اكثر التحليل كله من برا، ماكو من هنا، قله هنا التحاليل. يعني ما تتوقع اكو رعايه؟ لا ماكو، واكو رعايه بس مو ذيك اللي نريدها احنا، الطموح بها يعني اللي يجي اللي يريد يعني. هسه انا والدتي نايمه هنا، يعني تقص باص ب 25000 مال النوم مالتها. يعني فالشغلات يطلع لك موتك، طعنا مال ثلاث ايام دواء ودارو جوا وراحوا. والله جمعه وانتخابات وما شنو ثلاث ايام، ماكو احد يمر عليها. زين طيب انت اليوم كمسؤول تعتبر كمواطن مسؤول، نعم شنو اللي تريد توصله للمجتمع هذا وش تقول؟ شنو رايك؟ يعني رايي شنو؟ لا انا مسؤول اوفر لهم هنا للمواطنين، اوفر لك كل شيء هنا، يعني شلون كانت بوقت صدام حسين؟ كان كل شيء اكو كله ببلاش.
يعني مثل شو؟ يعني الدكاترة موجودة، يعني الدكاترة الأخصائية الحقيقيين موجودين، يعني أدوية موجودة هنا، يعني شنو تريد الخدمة موجودة. أنت شيء واحد هسه من تخلص اللقاء طب هنا وشوف السديات كلها مكسرة، شيل ذن فراشات باوعن من يجي هنا فت حالة، أنت هنا واقف هسه وشوف الحالة راح تجيك، شوف السدية شنو من سدية، شوف العربانات وينها، يعني فتساف مأساة مأساة. هاي إسعاف هسه لا تريدها تطلع، تقريبا يموت المواطن وبعد الإسعاف ما كمل الكتاب اللي يطلعونه، وينادى عمليات بغداد وينادى الدنيا كلها وبعد ما طلع. اي والله هاي اتعاف هسه، وذولا هم موجودين بكرفان نايمين السواق، تعال شوف كم اسعاف جوه، اخذ طب جوه اخذ هناك وتعال شوف، شوف الاسعاف شنو، ولا تطيف 50 25 قبل الاسعاف. زين طيب شنو شلون خدمه الاطباء هنا موجوده؟ مو قلت لك مو كلهم سوا، هم علاجاتهم هو دكتور هو يكتب لك، انا اعرف انا مواطن هو يكتب لك يقول لك هذا علاجك، انا اعرفه صحيح ولا مو صحيح. متوفر بالمستشفى، متوفر المغذي والبراسيتول ومتوفره الاوبر مالت المسكن، هذا متوفر، اما الباقي ما متوفر هاي صيدلياتهم. والله يا اخوي مو شيء تعبانه يعني العلاج متوفر. والله هو الباسي منا الطب جوا تقصه ب 2000 يكتب لك باندج منا من الصيدليه. اي والله يعني شنو تحتاج المستشفيات يعني حتى ترى المستشفى ما بيها غير الابره وغير المغذى، غير ذا انه ماكو مسكر الام يعني. ايه كل شيء ماكو مشكلتك، يعني انت اذا عندك مريض قريب او احد يعني او انت زاير المستشفى شنو الاشكالات؟ حاله تعبانه، والله حاله تعبانه كلش، يعني تجيبه من هنا يعني تاخذ الاخصائي احسن من هنا. يعني كشفيه غاليه، كل شيء غالي حبيبي. شلون الرعايه الطبيه بالعراق؟ خليك والله يا حبيبي، هو احنا هنا كل الناس تعبانه، يعني عانون معانا كلش تعبانه، فلوس ما عاد الناس يعني يجي كنانة يعني حالته تعبانه يقول له باص ب 2000 دينار يطيف 2000 دينار غير يكون علاج زين يسجل له اوبر علاج يعني ممتاز ماكو كله من برا، يعني باص ب 2000 وسجل له من برا علاج بعد على اليمن، يعني بس الباص ناخذه ب 2000 دينار غير هذا ماكو، يعني ورقه ينكتب عليها اسم ب 2000 دينار. اي شنو سبب جيتكم للمستشفى؟ يعني اكو ثقافه وقائيه بالعلاج؟ ماكو وينكو؟ يعني شنو تحتاج المستشفى حتى تنهض بواقع؟ تحتاج الى علاج، الى اطباء زينين، يعني كلهم جايبينهم صغار ما يعرفون، هسه جايبين 40 دكتوره يمكن ما ادري ايش قد، كلهم صغار، يعني طبيت انا يعني عندي حالة وياهم دكتور واحد كبير يعلم هو يعلم بيهم، يعني ما يصير هيك. عمي كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، اي رعايه اجتماعيه ماكو. اذا تريد وينك، اذا تريد تجي هنا وقت فد شويه هسه حاليا، والله طوارئ يقول لك ماكو، تحاكي يقول لك والله انا مو وقتي والدكتور نازل شو اسوي له؟ زين اذا هو عاف المستشفى وراح فتح له عياده، لو فاتح له مستوصف، المستوصف طب له عليه الباص ب 55 هاي الف لو ب 60 الف، زين هذا المواطن اللي ما عنده منين يجيب؟ زين هذا بس الباص، الدواء كله 120 و130، هاي شلون سالفة؟ يعني حتى الله ما يرضاها يا عمي، الدكتور هنا يجي الساعة بيش؟ بثمانية الصبح، اجى الساعة بثمانية الصبح الدكتور، بثمانية الصبح يجي، شو يسوي؟ يتريق ويشرب شاي، خوش؟ وهاي الدكاء العالم تجاهها من الستة تجي هنا بالسبعة، تجاه تلقى السرة منها واللي غاد، هذا السرة، منها اللي غاد. خوش شنو تحتاج المستشفيات يعني حتى تكون نظامها من مستشفيات؟ انا اقول لك اول شيء يكون الدكاتره تصير 6 ب6 واجبات، ماكو والله طوارئ وما ادري شنو، مستشفى كنا 24 ساعه موجوده، يعني اذا عندك كسر، اذا واحد مكسور رجله ما حد يعالجك، يقول لك والله شاعه ماكو، هاي ذاك اليوم صارت عندي اشاعه ماكو يا شلون بالله، يعني الدكاتره وين؟ والله كل من خلص الدوام تحاكي من تحاكي المسؤولين محتارين باللقف وباللغف، تحاكي من تحاكي وزير الصحه يقول لك الباص ب 3000 و 4000 والثاني زين شلون بالله، الدواء ماكو
دواء اي دواء ترى ماكو بالقران. تجي وينك؟ تجي هيك ميت ميت، يعطونك ابرتين، ابرتين هاي مال مسكنات وبراسيتول ومال بلاعيم، بس ذن ترى موجودات ومغذي. زين طيب برايك هاي المستشفى شنو اللي تحتاجه حتى تصير مستشفى مثالي؟ ها شو تحتاج؟ اول شيء تحتاج دكاتره بيهم خير، دوام كون يصير زين، علاج يجيبون، العلاج يجيبون من الخارج، هي هاي تحتاجها. هاي اي مستشفى تحتاجها علاج ودكاتره بيهم حظ وكون هنا 24 ساعه، مو والله عافل المستشفى من هنا وراح افتح العياده مالته الساعه 12 الظهر، يفتح العياده من 12 ل 12 بالليل. شو عم يدعوا المستشفى هاي؟ عفوها، روحوا فتحوا عياداتكم وعفوا المستشفى، خلي يجيبون دكاتره بيهم خير من الخارج. عفوها هاي المستشفى عفوها، عاد اخذت جناس هسه ليش اقوى الاطباء؟ طبعا اقوى الاطباء هم العراقيين هسه. اكو دكتور يعني بروفيسور، اكبر بروفيسور بلندن هو عراقي، بلندن موجود، وهو يعني اكو هواي اطباء بلندن، كلهم بلندن وبريطانيا وبغيره 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 من الدول. يعني ليش هسه خوال العراقي هنا يحتاجهم هسه كله يحتاجها؟ يدز على الاطباء هاي مالتنا. عم ما اريد اطباء مالتنا، خلي يجيبون من الخارج اطباء، خلي يجيبون من الخارج. وطبعا اشكركم واشكر قناتكم الكريمه. حسين محمد، اي درس عاطفي، اي اخر رعايه طبيه بالنسبه للمستشفيات. توجيهات جات تجي من مركز الوزاره المستشفيات، بس المستشفيات يعني ما جاي تمشي بهاي التوجيهات. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، مدير المستشفى يوم نطلب له تحاكي يقول لك الصوت بيمن، الصوت بالشعب. زين الشعب يعني يجيك هسه مثلا ابسط شيء يعني الجريح، اذا دخل جريح المستشفى ولا اخصائي ماكو، زين يعني هنا راح يصير عندك صوت وين؟ الصوت بالاخصائي، الاخصائي ماكو، الاخصائي بيسع يداوم الساعه بالتسعه، يا بليش مو الاخصائي هذا ما يصير. زين طيب الخدمه متوفره؟ الخدمة تعتمد، الخدمة هاي بعد هو يعني على مدير المستشفى والشركات اللي هو جاي يعني جاي يتعاقد وياها. شنو تحتاج المستشفى حتى تتطور؟ بالنسبة للسديات ولهاي الشغلات يعني الخدمية، هاي تعتمد على مدير الشركة اللي يعني المدير المستشفى اللي يعني اللي هو يعني يتعاقد وياها. ما تعتمد على أخصائي أو شيء، بس يعني إذا تجي على بناء المستشفى، أول ما تنبني المستشفى بمن؟ بالأخصائي. الأخصائي يعني مثل ما يقول يعني شلون هو يعني حجر الأساس بالمستشفى. أنا أخوي جبته هنا للمستشفى، ماكو عنايات. أخوي منتول يعلقوله مغذ وموتوه. هنا مرتين وثلاثة دخل الجريح مال الانفجارات، أدخله يفحصونه قالوا ميت، وصل الثلاجة قالوا شو ما بي، يجر النفس كل شو ما بي. أرجع للدكتور يقول لي ميت هذا ميت، أرجع أوديه للثلاجة القاع عدل. دكاترة أخصائي نايمة يخابرونهم يقولوا لهم تعالوا، والله بعد وقت ما عندنا شيء. الجريح يجي هنا يتعذب لحد ما يموت، أخوي هنا كل من وصاحبته، هاي الدكاترة كل من وحبيبته، كل من ومدري مصيبته، كل من حاير بمصيبته، كل شيء ماكو، ما يعني يعالجون الناس ماكو يعني ما حد يعني مارس وظيفته يعني بصوره صحيحه. ما اجراءات ما عندهم اجراءات، يعني سديات يجون جرحى، ماكو سديات. بس العقوبه تعال شوف السديات، شوفوا الاوبر يجيبوا الوجع راس يعطونا فورتارين، يجيبوا الروماتيز يعطوا فورتارين، يجي الظهر مكسور يعطونا فورتارين، ماكو عندهم غير الفورتارين دقادرون، ما عندهم غير شيء. كل شيء ماكو. كله بالفلوس. كفيلك الحسين وقبل كل شيء ماكو غير الوجع راس، وهاي قلت لك من الأبر المعروفة، العلاج الكبسول المعروف، ماكو شيء. العفو أخوي، نقدر نسوي لقاء وياكم؟ يعني عن واقع أستاذ، هي مشكلة واحدة معالجتها بمكان واحد، بس الشخص اللي يعالج هاي المشكلة هو مكتب مفتش عام، هو شغله مكتب مفتش عام، عايف هاي الشغلات. وين متجه؟ متجه على المحاصصة. محاصصة شنو؟ شاف هناك فلوس راح حاسبهم، أخذ حصته وانسحب. مكتب مفتش عام شغله أول شغله إله هو تفتيش على المهنة الطبية. هم عايفين المهنة الطبية بوحدهم. الدكتور تقول ملك، يوم ما نجي المراجع يطرده، يجي أحد يريد يحاسبه يطرده. يعني متخذ
متخذ شلون المستشفى يعني يعني مال يعني مثل ما يقول يعني شلون ماله الشخصي مال والده. الحل الوحيد مكتب مفتش عام خلينا ننزل للشارع، لو ده ما يقدر له خلينا نحل نشد دائرة التفتيش بمركز الوزارة شكل دائرة التفتيش. يعني مكتب مفتش عام حاليا جاي ياخذ مخصصات وهو قاعد وساكت، مجرد يشوفه مركز وزارة موظف اخذ فد حاجة يروح يحاسب عليها، مقاول زيد سعر يروح يحاسب عليه. زين انت تعال ننزل هنا للشارع، تعال ننزل هاي المستشفيات، مو هنا اهلك، مو هنا ابوك، مو هنا اخوك، مو هنا ابن عمك، لا هم عايفين هاي الشغلة ملتين، اهم شيء كل واحد يقبض يخلي بجيبه. وشكرا. وينه؟ الرعاية الطبية بالعراقية تبحث عن شيء واحد، هو الشيء الواحد، أن نقول مثلا هسه يجي المريض أبسط شيء تحويله إلى غير مستشفيات، أو مثلا العلاج لا يوجد بالمستشفى إلا بالصيدليات، أكو مثلا علاج الإنسان ما يقدر يشتري يعبر المبالغ القوية مثلا نقول 100 و 200، وكنا سيها جاي كوة مدبرة شغلة التذكرة اللي هي معناتها الباص تجي. هاي كلها نطالب وزيرة الصحة، وزيرة الصحة أما تقدمين استقالة عن الوزارة وتقول أنا ما أقدر، أما توفرين علاج، ليش قاعد يجي هو المريض ماكو علاج للمستشفى، وتجي المريض يقول لا والله اليوم اكو بس ضامينه، شنو الضامينه؟ الدكتور ما يضم العلاج، ما محتاج لهذا الشيء. قاعد العالم تتجاوز على الدكتور وعن شهادة الدكتور، واحنا ما نعرف هي أعلى شهادة بالعالم هي شهادة الدكتور. والدليل لا سيادية موجودة، لا عربانة موجودة، المريض يجي متلوع إلى صالة العمليات الصغرى والكبرى، وهذا الشيء تبحث عن الناس بأكملها. تعبر هسه المريض للصيدلية العلاج ما يقارب عن 100 أو 50 أو 80 والناس ما عاته. تحتاج إلى أجهزة، إلى كادر طبي مثلا إضافة للتعليم، ما بيها شيء، مو بس دكتور يرافقه، أم طبيب أعرف منه في شغلات، مو كل الطبيب كل الأمور يعرفها، أكو دكتور مثلا يعرف الباطنية لا يعرف الجراحة أو لا يعرف الشغلات الخاصة بالإنسان. زين ثاني شيء هسه مثلا قاعد نقول دكتورة وحدة، ما يصير دكتورة وحدة، يعني احنا تعرف عدد سكان المدينة ما يقارب 6 ملايين أو 5 ملايين، وما يقارب هذه المستشفى قاعد ترافقه كل المناطق اللي هي أطراف المدينة، اللي هي أم الكبر، الشماعية، حي طارق، العبيدي، كل هذا المستشفى، اكو مناطق منسية ما بيها مستشفيات. تحتاج أول شيء الأجهزة الطبية اللي معناها الأشعة، مثلا الشغلات مثلا نقول اكو بعد بالعالم كله اللغة الخياط بالإبرة، صار هسه كله كبس، هذا احنا نقول يوصلنا وما يوصلنا بعد الله العالم. وأنا شو نطالب؟ كل عائلة طالب رب البيت، احنا نطالب نقول وزيرة الصحة. وزيرة الصحة أنت كونك تعتبرين رب على الأسرة وعلى الكائن الصحي، أنت توفرين هاي الأمور حتى كل العالم يشيد بيك، ويبقى العمل زين تبقى أنت زين، العمل مو زين هي تعكس عنك. أنت هسه كل الشعوب تعمل زين هي ماشي أمرها. إحنا أبسط شيء وزارة الصحة اللي هي العربانة السدية، هاي المريض من يجي أو مجروح أو كذابي أو المرأة أو أي طفل مشكلة، العربانة مكسورة، اللي هي السدية مكسورة، الأدوات ما متوفرة للمضمد الجو أو للدكتور، وصايرة الحصة هم الأول اللي هم الشرطة الاتحادية، يعني هم الشرطة المحلية الله يعينهم، كل المشاكل مصدينها، لأن تعرف هذا يجازون على الدكتور، هذا خو ما يبقى واقف، هم لازم يحمي عن الدكتور هو. وتعرف احنا هسه كل من صار عدة حالة أو إن جاء الدكتور هي مشكلتنا صارتهم. الطبيب احنا ما منه أعلى شهادة بالعالم ما يصير تتجاوز عليه، طبيب هذا طبيب، يعني لا تتجاوز عليه. اذا كان مريضك تعبان او كان ضغطه صاعد، ما هسه احنا سامعين بها بساعه بساعه، ما له علاقه الدكتور، شكرا جزيلا. اذا كان هو متوكل لرب العباد هو الله معه، واذا كان متعاون فهذا شيء نبحث عنه. اكو حاله يم والدتي بالضبط، يم والدتي بالضبط، احنا كانت بالطوارئ حولناها وين؟ بالباطنيه. اكو اثنين بنات، وحده مريضه من عندهن، وحده مريضه وعلاجها من برا يعني البنيه، فما عندها ابوها وامها
استفسرت عنها قلت لخواتي روحي لهن افتهمي من عتن شنو الوضعيه. البنيه بالمناسبه الزعدم باليوم ثلاث مرات الزعدم يعني بصراحه. فسالت خواتي قلت لها روحي استفسري من عتها شنو العلاج مالتها شو ما حد يجيها لا دكتور لا اطباء يجونها بس ماكو شيء يعني. فراحت اختي قالت هاي عندها علاج والعلاج الابره ب 30,000 بالمستشفى. هذا الحكي هذا الحكي بالمستشفى ب 30,000. قلت لها زين ليش ما ضربها؟ قالت ما عندهم. قلت لها والحل؟ قالت الا المضمله قالت تجيبها من برا منها تجيبها. والبنات موجودات هسه حاليا اذا تريد تروح تشوفهن ابوهن وامهن بعقلهن بس بنات اثنين واخوانها عايفينهم ظاهر ما اعرف شنو. هذن بناتنا يعني يعتبرن شلون يكون نحافظ عليهن مثل ما نحافظ على خواتنا. وعندنا وحوش بصراحه اكو بشر وحش يعني. فاحنا نريد نحافظ على بناتنا. هسه ابسط شيء هذا العلاج لهذن البنات اذا يروح هسه من بنات الغدير تروح تشوفهن بالباطنيه بغرفه اثنين العلاج ب 30,000 يعني يحتاج لهن يوميا 30,000 الصبح والعصر. يعني انا لها اقدر علي ولدنا ما قصروا. قاعد هاي صار يومين ثلاث ايام قاعد كل ما تتاذى البنيه والزعدم نروح نجيب لها العلاج منها. اذا يريد يصور الوقت هاي صيدليه هاي قبال المستشفى بالضبط هاي قبال المستشفى. يعني مستشفى ترى اباو هاي المستشفى ترى هيكل اشوفها بس هيكل. ترى اللي يتمرض هنا عندنا اللي يتمرض عندنا هنا الى الله سبحانه وتعالى بس من لا ترى الناس تروح للمستشفى. 4 ملايين على هاي المستشفى بس انت ما ردت اسكتكم بالله 4 ملايين مأساة تشوف مأساة يعني بصراحه. يعني انا اقول لك الله يعينهم الاتحاديه والله يعين الدكاتره. واحنا ضد هذا التهجم مثل اللي يصير عنده وفاه يذبح ركته بالاسمه بالدكتور او بالمستشفى. هذا مو حل بصراحه. احنا نريد ناسنا شرفاء اللي انتخبناهم هسه خلي يعونوا يدير بالهم على هالمدينه. ترى اليتامى كثرت الفقر كثر واكثر الامراض هسه قاعد تصير من حاله نفسيه. لو انتحار لو ماكو شغل لو ما هسه مستشفى. هي هاي مستشفى ابسط شيء. المستشفى المفروض من الدوله تكون يعني وزاره الصحه يعني توفر لهم كل شيء يعني توفر لهم العلاج. سديه اذا تخلي هسه يجي مريض منا انا سديه بتشروه. انا اذا صاحي اذا اصعد بها اتخربط خربطه لا تايرات بها زين. يعني فد شيء وضعيه كثيفه يعني بصراحه. يعني المفروض يعني اكو نظافه بس شلون اقول لك يعني يراد معاناه اكثر يعني يراد علاج. الناس ترى ما عندها تعبانه يعني هاي يعني هسه انا اقول يعني الدكتور من يكتب وصفه المريض يقول له روح اخذها منين يقول له اخذها من الصيدليه جواي. واضح؟ يقول لك اخذها من الصيدليه جواي. هسه المستشفى نفس الشيء صارت نفس الدكتور. تريد تجيب العلاج منه. قد علاجك 30,000 او 40 زين. هذا المعدة منين يجيب بس اعرف ونسال الله ان شاء الله يحفظ البلد ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حالتي انا لدى هو علي صار لي شهرين تقريبا يا مستشفى اللي اروح لها يذبوني على القادسيه يطبوا لها بصوت ما يكون. عندك العربات يعني لا يجي واحد على قولة اخونا هنا لا يجي واحد صاحي يتكسر. الحاله الثانيه يعني يطب عليها ما يعني ما تعرف شنو شغلتهم. اذا تقول الرعايه بسم الله الرحمن الرحيم اذا تقول الرعايه بصوره عامه لا طبعا غير جيده زين وماكو يعني اي عنايه بالمريض. والدليل ابسط شيء انه هسه احنا اليوم صار عندنا هذه الحاله ابن خالي تعرض الى اصابه بمشط القدم. اي نعم الدكتور قام ما هو عليه لكن هاي النتيجه انه العلاج من برا بهاي الورقه بهاي القصاصه انه نشتري العلاج من برا. ناهيك على انه كل مستشفيانا بصوره عامه انه يجيبون جبايه من كل المواطن. هو من اللي يجي للمستشفى؟ من اللي يجي؟ يجي الغني يجي اللي عنده حتى المتوسط حد ما يجي. من اللي يجي للمستشفى؟ هو اللي يكون حاله فقير. يجيبون جبايه من المواطن البسيط الفقير لكن بالنهايه شنو؟ خدمه علاجيه ماكو. زين كل شيء. اولا يجب ان يتوفر كادر طبي لانه احنا اليوم هسه شوف هذا الشخص هذا الشخص اللي يدفع عربانه حتى يوفر قوت يومه. هذا ما تابع للمستشفى تقدر تسيله زين. هذا ما تابع للمستشفى زين.
هذا لا مو ضمن المستشفى، لا مو ضمن الكادر، لا عنده راتب، عايش على هاي المسألة، عايش على هاي العربانة، ما شلون جابه شلون ودها ما أعرف. زين جابه وخلاه هنا وياخذنا وكذا ودنطي استحقاقه زين، لكنه ما تعب المستشفى. هذا أبسط الأمور، تقول كموظف بسيط، أما تقول ممرضين أو دكاترة لا، الدكتور يكتب لك قصاصة وتطلع برا، ممرضين ماكو، وهذا اللي قدامك يعني هذه الحالة. أما تقول لي للعلاج، العلاج أنت هسه هذه أبسط الأمور زين، دهن للرجل يعني فولتارين وحب بولستان يعني بولستان هم بالربع زين ما متوفر، هاي أبسط الأشياء يعني ممكن توفرها أي مستشفى أو أي عيادة أو أي مركز صحي زين، لكنه بالأخير أو بالنهاية كل هذا ما موجود. زين شنو اللي بعد قل لي هو شنو اللي يعني ناهيك عن المستشفى يعني الغرف اللي داخل المستشفى كلها رديئة زين وغير صالحة، مو يعني هو اللي يدخل إذا كان مريض يتسوء حالته بعد أكثر، هذا اللي يشوفه القاضي والداني والكل تعرفه، وأعتقد حتى أنتم تعرفونه زين. لا لا طبعا لكم ماكو أسرة غير نظيفة، وقلت لك يعني هو إذا ما موجود كادر طبي وكذا أسرة غير نظيفة، الغرف غير نظيفة غير معتنى بها زين، أنت من تدخل المستشفى تشتم ريحة الديتول، شوف الجدران، شوف الأمور كلها جيدة، هذا كله ما موجود، كله ما موجود يعني صار. أكيد أكيد، ولا شلون نوصل هاي الحالة؟ فساد فساد أكيد، ولا ما ممكن نوصل هاي الحالة لو كان أكو هناك إنسان شريف عفيف ابن الوطن مثل ما يقول ماكل من الحصة، وإذا حتى لو ما ماكل من الحصة يعني مطحين الحصة زين، يجي يشوف هذا المواطن زين. أنت إذا أنت بنص بغداد، أنا بس أرد أسأل السؤال، إذا أنت بنص بغداد بنص العاصمة زين ما متوفر لك أبسط الأمور زين، أقول كيف الأطراف؟ شلون حال الأطراف؟ الله يكون بعونهم، الله يساعدهم زين، يعني شلون هذا يتمرض هناك يفطس يموت؟ الحمد لله وشكر. هي أنا قلت لك كخدمة علاجية ماكو، خدمة علاجية ماكو، أنت تقول لي ككشفية هو ياخذ من عندك ايش قد الباص؟ 3000 دينار، 3000 دينار هذا مسألة عادي، يمكن الإنسان الفقير صعب عليه زين، صعب على أساس احنا قاعد نشوف هاي التكاتك هسه كثرت عندنا ليش؟ لأن ممكن واحد يروح 500 يروح ب 1000 دينار، زين كيف يدفع 3000 دينار؟ زين فهذا صعبة، لكن أنت تقول لي يجيك الدكتور يشخص حالتك، إذا كانت صح هاي من حسن حظك، وكذا كانت غلط هاي من فقرك. زين لكن من يشخصها يعطيك علاج؟ لا هذا العلاج يعني الناس المراجعين يمتلكون يعني ثقافه ووعي من ناحيه الوقايه، يعني المراجع هو المراجع من يجي اخي العزيز هو مغصوب على حاله، يعني مغصوب على امره، يعني اللي يراجع مستشفى مغصوب على امره. هسه انا اليوم مثلا من اريد مثلا يوم جمعه او يوم سبت من اريد اجي الصبح او عصر زين، ما متوفر لي مثلا دكتور من اجل المستشفى زين، شرد اسوي ارد اعالج نفسي او اوصل الى احسن ابسط الامور منها لما تتوفر عندي فالدمكانيه اقدر اراجع دكتور. اما مساله انا اليوم في حاله سيئه، عندما توديني الى مستشفى وتوديني الى دكتور ارد الدكتور يشخص لحالتي ويوصلني الى مستوى طيب زين، حتى اقدر ذاك اليوم اذا بنصير عندي فلوس اروح الدكتور اخصائي وكذا زين، هذه المساله. اما تقول لهم المستشفى لا والله انا اللي يجي المستشفى يسوء حاله لكنه جابرك على الامور غير الامر منه. والله الخدمة جدا سيئة، جدا سيئة، ما تخدم المواطن من ناحية الكشف على الدكتور للمريض، عدم توفر الأدوية، العلاج ماكو، نشتري علاج من برا، يعني مو مثل الدول المتقدمة يعني يشيلون المريض على كف من الراحة. والله راعي طبية، أنا راعي طبية زينة، وأنا عندي جهال، ما عندي قاعد بأجار، لا راتب عندي راتب، ها ولا عندي شيء، كيش ما عندي. ايه قاعد بيجر كزعي بيجر يطلعني وعندي عائله بقرتي وقت ما عندي راتب. برايك المستشفيات هاي شنو اللي تحتاجه؟ ولا زين هي ايه اشتغل على عربان بدون راتب. ايش قد تحصل من العربان؟ مو سوى 4 لو 5 مو سوى 2000 مو سوى لا 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 الحمد لله الحمد لله ماكو شيء الحمد لله الحمد لله شكرا. السلام عليكم. اقول لك لا والله السجا قصنا باس ب 3000 ويعطيني براسي تول ب 500 دينار يعني يجي الفقير وين يروح؟ رحمه لاهلك يعني هسه حتى متخربط يجي هنا
ما ذيك المساعده يعني بالعنايه له. ماكو خدمه، كل خدمه ماكو والله العظيم. يعني بس علاج هيك براسيتول، هو يقص باس ب 3000 دينار ويطيب بس براسيتول. ماكو علاج، ماكو العلاج ماكو. يعني يجي المريض يبتلي نابلوه بالحسين على حسابك الطيب هنا بالحكوميه، كل شيء ما تستفاد. شاهد الله. هذا الفساد سبب الحكومة، لا عناية ولا تجي تشوف هسه المستشفيات تابعوها، يعني تجون تشوفها كل من طالع مسوي له عيادة ويشتغل وجاي يستفاد، هنا يجي المستشفى كل شيء ماكو، هسه بس براسيتول جاي يطيب، كل من عيادته جاي راجعة والله العظيم يقوم بالواجب عدل ولين بفلوس، شاهد الله للنهاية، بس ماكو كل علاج ماكو، شاهد الله، كشفيات غالية. كلش غالي، يعني ب 25 يعني مين يجيب المواطن؟ يعني مين يجيب؟ لا عده ولا هاي، وشوف كلها يعني قاعده بشرفه نشوفها. يعني لازم هسه نشوف عينه بالجديد بكت هاي الحكومه زين ان شاء الله، على بعد نشوف هاي المعاناه، نشوف المستشفيات لا مدارات بيها، ونشوف يعني الله كريم بكت الله. النظام الصحي بالعراق طبعا ما نقدر نعطيه كمال 100%، لان احنا ما نقدر نقارن نفسنا ويا الدول الاوروبيه او حتى ويا دول الجوار. اكو نقص خدمات فندقيه، نقص بالمستشفيات الحكوميه، نقص بالادويه، حتى الادويه اغلبها ادويه مال شو يسموها معامل اهلي، صح ولا لا؟ الشيء الثاني يعني الدوله ما بنت مستشفى حكومي جاهز لحد الان. مستشفيات أهلية تنبني بكثرة بالعراق لكن ما يقابلها مستشفى حكومي، وأرقى الأخصائيين موجودين وحتى يجون أجانب. زين الدولة ما جاي توفر طبيب أخصائي يجي من برا، يعني ما إذا إيش خليك تقول مستشفى حكومي شو يصير يعني؟ تمام العلاج متوفر يعني؟ العلاج مو كل مو 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 اغلب المستشفيات، او ما نقول يعني ما نقدر نعطي نسبه، اكو مستشفيات بيها اكو ما بيها، فبس الغالبيه هي ادويه تنشري من برا، خاصه مال شغلات الصور المزمنه لبعض المستشفيات الاختصاصيه خاصه النسائيه، لان صارت عندنا حالات يمكن مستشفى الولاده يمكن يشتروها من برا، يعني مرات حالات الطارئه. ومستشفيات الباقي الحكوميه اغلبها ادويه معامل اهلي عراقيه. دورات الكادر الطبي، اي دورات الكادر الطبي ماكو، خاصه من برا كانت قبل يطلعون، يعني خارج العراق التدريب على الاجهزه، على الطوارئ، على الاسعافات الاوليه، على هواي كثير من الامور كانت يطلعون برا، هسه ماكو حتى يعني كادر طبي تلقي نفسه هو تنعاد عليه المواد والامور الاخرى. طيب تعتقد انه كل الخدمات متوفره بالمستشفيات؟ لا طبعا لا. لا لا طبعا لا، ماكو خدمات هيك، اول شيء خدمات فندقيه، خدمات طبيه، هواي امور بيها نقص المستشفيات. هي هذه نظافه المستشفيات حاله مزمنه. مستشفيات العراق من زمان مو هسه يعني صار سنين يعني حاله مزمنه النظافه اللي تعاني بها المستشفيات. شيء ثاني حتى يمكن اقول لك القطط اجلكم الله مال الجريبيه والفار وشغلات، اكو مستشفيات وايديه لانه هذه معشعشه بيها، وايد تتبع الادارات المستشفيات، اكو لا انا اقول لك من مجمع مدينه الطب تقريبا زين يعني لا باس فيه. بقت مستشفيات اللي شفتها والله مش يعني وايد بيها امور نقص. طيب شنو هاي؟ اكيد يعني لها تاثيرات على المريض. طبعا هاي اللي تاثر على المريض، المريض لما يشوف هيك راح يروح مستشفى اهلي او يفكر يروح برا بالخارج، لانه هو اراده. الشيء الثاني هو راح يدفع وصل بس اشعه فلوس مختبر وصار يريد خدمه، المريض يريد خدمه، هذه الدوله وين يروح؟ يضطر اخر شيء يروح مستشفى اهلي. طيب تعتقد انه اكو تعاملات بين الدكاتره يعني وين المراجعين حتى؟ والله انا ما شفت هذه، ما اقدر احكم بها، لانه طبيب موجود بعيادته يقدر ابسط ما يكون المريض يروح للعياده مالته ويرتب الامور وياه.
الرعاية الطبية بالعراق تعاني من عدة مشاكل، من ضمنها المشكلة الأولى الأهم طبعا هي كثرة المراجعين. كثرة المراجعين تقلل من كفاءة الكادر، بالإضافة إلى قلة الأدوية، قلة الأطباء الاختصاص الذين هاجروا نتيجة يعني تعرف الضغط الأمني عليهم زين، فهواي كفاءات عندك هاجرت، فأدى إلمن يأثر على الخدمات الطبية الموجودة بالمستشفيات. العلاجات بها هواية مشاكل، أولا أكو بيهم يعني جايجا مو من شركات رصينة زين، بالإضافة إلى أنه المشاكل الثانية قلت لك يعني الزخم، زخم المراجعين على الكادر يخليهم يفقدون كفاءتهم. يعني أنت مثلا المستشفى، أحد المستشفيات يقول عندنا 1000 حالة ولادة، 1000 حالة ولادة بشهر واحد، يعني هذا عدد رهيب جدا بالنسبة للكادر الموجود زين. كذلك يعني هواي فحوصات مثلا المختبرات الأشعة كلها عليها ضغط، لأن المستشفى أول شيء يعني تحتاج دورات للكوادر مالتك، تحتاج يعني تستقطب الأطباء والكفاءات الموجودة، تحتاج بنايات أكثر، يعني هواي يرادي هاي دراسة كاملة يلا سيطر عليها، ما تقدر تسيطر عليها بمجرد كم شغلة يعني.